بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. كل عام وأنتم بخير. بداية شهر جديد وبداية موسم للطاعة، موسم الوصل والقرب، موسم نغسل فيه ذنوبنا، نتقرب فيه إلى مولانا سبحانه وتعالى. موسم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هل هلاله: أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فرضا وجعل الله قيامه تطوعا، من أتى فيه بخصلة من خصال الخير كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أتى فيه بفريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، هو شهر الصبر، إلى آخر ما روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث ذكره العلماء، نعم ضعفه بعض العلماء ولكن ذكروه في فضائل هذا الشهر. عندما رواه الحافظ ابن خزيمة رحمه الله قال: هذا باب فضائل رمضان إن صح فيه الخبر، ولكن بيّنت كتب السنة أن هناك فضائل أخرى لهذا الشهر الكريم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضل هذا الشهر: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عندما يلقى ربه. موسم الطاعة نقبل فيه على الله عز وجل، نقبل فيه على القرآن، نقبل فيه على ترك الذنوب، نقبل فيه على الطاعة وعلى عمارة المساجد. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، وكل عام وأنتم بخير.